بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه عذرا طبعا بس آه هاي البطاريه تعرفينها فان شاء الله نكمل الان على السريع فاذا اجينا هون حكينا ملتب الميلومة شو هو حكينا اشياء وبعدين قلنا للمالتيبل مين اخوانك الاربعه الثانيين اجى حكى لنا في عنده اخت اسمها بلازما سايتوما آه هاي بلازما سايتوما واللي اصغر منها ولد اسمه الخاتم الصغير فبسموه سمول رينج هو مش سمول سمولد رينج لكن عشان نحفظها سمول رينج احفظوها الخاتم الصغير وعندك بعدين تحت الخاتم الصغير في ولد منهم انولد بالعاصفه فبسموه وولدن ستورم <applause> وولد ستورم انه انولد بالستورم يعني انولد بالعاصفة فهذا وولدن ستورم آآ ماكرو آآ ماكرو آآ هي ماكرو البومينو بثي ابصر ايش واخر العنقود اسمه مقص ام جي يو اس مقص فهي اخوانه مين مالتي مايلوم عرفنا شو هو اخوانه بلازما سايتوما وبعدين الخاتم الصغير بعدين اللي انولد بالعاصفة وولدن ستورم واخر شيء المقص تمام هذول الاربع اخوان شو هم الاربع اخوان هسه الاربع اخوان هذول كلهم لو انت تيجي تعمل الكترون آه فوريسز آه برو بروتين الكتروفوريسز بيطلع عندك انت ايش؟ بيطلع عندك الام ام آه سبايك هاي فاذا انت شفت الام سبايك بدك اول شيء ايش بس تشوف الام سبايك بدك تتوقع انه واحد من الخمسه هذول موجودين عندي سبب الام سبايك مش بس المالتيبل مايلوما لكن شو اللي بصير عندي الان كل واحد منهم له شغلاته وله مميزاته فمثلا نيجي بالله على آه البلازما سايتوما مثلا البلازما سايتوما تعمل ليتك و وبتاثر على الـ على كمان على السوفت تيشو وهيك لكن مش زي المالتي مايلوم فما في عندك روليكس وما في عندك بنز جونز بروتين وما في عندك هايبر كالسيميا والشله هاي. لكن ايش باعراض ممكن تعمل لي وخصوصا بالاكزيال سكلتن يعني الفقرات والحوض وزي هيك والسكال آه هاي تجوزت في في البلازما ما الله يستر عليها وصار في عندها ثلاث اولاد انه البلازما سايتوم تنقسم الى سوليتري بعدين اكسترا مدلري وملتبل بلازما سايتوم كلهم سهلات كلهم بسلايد واحد راح نحكي عنهم ان شاء الله هاي بلازما سايتوم الاخ اللي تحتهم اللي هو الخاتم الصغير سمول درينج وقبل سمول درينج الان بتلاقي الام مرتفع الام سبايك مالو مرتفع لكن مش كثير مودريت لانه الكثير كثير هو اخوهم الكبير لكن هاي شويه مودريت السمول درينج بيكون كمان مودريت واقل كمان هذا نفس مايلوم لكن بطيء 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 جدا جدا ما بصير في عنده الاعراض هاي نادرا نشوف الاعراض هاي لكن هو ايش يعني خلينا نحكي مايلوم لكن مصغر بشكل كبير جدا هذا السمول درينج فلازمه متابعه اللي انولد بالعاصفه خليه شوي لانه السيناريو تاعه شوي بختلف نيجي على المقص الاخير، المقص بس انه عندك الأمس سبايك مرتفع، بس without اي ما فيش اعراض نهائيا بس الام سبايك مرتفع، لكن بقول هذا المقص ممكن بعد فتره يتحول الى مالتيبل مايلوما فبرضو بده متابعه، فالمقص والخاتم الصغير بيشبهوا بعض كثير، بس انه الخاتم الصغير drink آه شوي في اعراض لكن بسيطه جدا جدا جدا, جداً. لا تذكر، لكن هون ما في اعراض نهائيه. الولدن ستورم ماكرو جلوبينوباثي اسمه وولدن ستورم وماكرو جلوبينوباثي. ماكرو جلوبينوباثي ليش الان احنا لو اجيت احكي لك الاميون اللي عندنا اللي هم الجميد مين اكبر واحد فيهم اكيد بدكم تحكوا لي اي جي ام اي جي ام هو اكبر واحد فيهم ماشي اي جي ام اكبر واحد فيهم وبالوضع الطبيعي قلنا بالمالتي مايلوما وهيك شو الانتي اللي يرتفعوا اللي حكى اي جي اي واي جي ممتاز قلنا اي جي اي او اي جي جي كلهم زي هيك راح يكون فيهم ما عدا اللي انولد بالعاصفه هذا الولدن ستون بيكون الاي جي ام هو المرتفع عشان يسموه ماكرو البومينوباثي الاي جي ام بيكون مرتفع وهون بصير اعراض نتيجه انه الاي جي ام مرتفع فممكن يعمل لي هيموليتيك انيميا ممكن يعمل لي شغلات كثير ممكن يعمل لي كريو آه، كريو على ولانه اصلا حجمه كبير كذا ممكن يسكر لي الشرايين اذا كان مو حجمه كبير وهم اعداد هائله جدا فممكن يسكر لي الشرايين يعمل لي جلطات بالدماغ بالقلب باي مكان آه ممكن يصير عندي بليدنج نتيجة انه هذا الاي جي ام يجي يرتبط بالكلوتنج فاكتورز والبليت ما بيخليهم يشتغلوا كويس فبصير في عندي بليدنج آه وبصير جلطات حكينا نتيجة الهايبر فيسكوسيتي سندروم شغلة مهمة جدا انه هذا الوولدن ستورم تيجي تحكي له يا زلمة انت بالاصل بالاصل انت اخوهم تكتشف انه هم تبنوه تبني ماشي فهذا الوولدن ستورم انولد بالعاصفة فهم جابوه لقوه بالعاصفة وجابوه حطوه معاهم الوردنستر حطوه معهم فلما تيجي تفكر فيها فعلا يا زلمه اي جي ام ولا له دخل بهذول الباقيين ولو تيجي تدور على اصله شو بيطلع؟ بيطلع ليمفوما اخس اخس <applause> اخس بيطلع اصله ليمفوما فبتشوف معهم كمان ليمفا دينوباثي فبسموا الليمفوما هاي بما انه هو اصله ليمفوما لكن عاش مع البلازما سيل بسموها ليمفو بلازمتك لمفوما كيف بالله؟ ادعوا لي بالله بس تيجيكم بالامتحان <applause> طبعا ما في ما في اعراض الليتك ليجن والهايبر كالسيميا والرينال الفيلر ما في منها هاي الاعراض عند اللي انولد بالعاصفه فخلينا نشوف برا بشكل عام ونشوف اخوان ونتعرف عليهم بلكي يعني صار بيناتنا خبز اعوذ بالله قصدي الله يشافي الجميع عندنا كل هاي الاشياء فبسم الله الان بلازما سيل نيو بلازم شوف شو بحكي لك بيقول لك بي سيل والبيسل اللي هي بتطلع لي بلازما سيل وهون بلازما سيل بصير في سكريشن للمونوكلونال أنتجين اميونوجلوبولين uh, uh, عفوا او اميونوجلوبولين فراجمنتس قطع اميونوجلوبولين بس ايش مونوكلون مونوكلون فراجمنت بيكونوا زي تيومر ماركرز ممكن انا اشوفهم المونوكلونال فراجمنتس uh, uh, ممكن يكونوا كتيومر ماركر عشان هيك انا بشوفهم مثلا باليورين بسميهم بينز جونز اذا شفتهم بعرف انه عندي مالتيبل مايلوما فماركرز هذول اوفن هاب باثولوجيكال سيكونس كومبليكيشنز لانه عرفنا مثلا البينز جونز ال شو بيعملوا لي رينال فيلير أه بلازما سيل نيو بلازم 15% من الليمفويد نيو بلازم مونوكلونال انتي اميونوجلوبين فبيسموه ام كومبوننت اللي هي راح نشوفها ام سبايك برسمه الالكتروفوريسز أه انه بيقول لك هاي <applause> مولكيولار ويت ريستريكت بلازما اند اكسترا سيلولار فلويد اكسكلود فروم يورين ان ذا ابسنس اوف جلوميرولار ديزيز يعني هاي المونوكلونال انتيجين المفروض ما يطلعوا باليورين مفروض ها مفروض انهم ما يطلعوا باليورين صح ولا عمرك انت طلعت انتي باليورين لكن نتيجه صاروا كثير بصير في عندي جلوميرول دامج فان ذا ابسنس اوف جلوميرول دامج ما بيطلع ولكن نتيجه الدمج اللي بصير على السريع بيطلع بيكون اكسسيف لللايت تشين واحنا بنعرف انه اللايت تشين هم نوعين اما الكابا او لمدا هذول اللايت تشين بالاميون كابا او لمدا فاللايت تشين بترتفع ممكن هاي اذا طلعت باليورين بنسميها بنز جونز بروتين اللي هي المرسيدس بنز ماشي في المرسيدس بنز هاي بتطلع باليورين occasionally only light chain or heavy chain are produced قلنا غالبا light chain ماشي بس بحكيك ممكن كمان heavy chain بيكون بس يا هاي يا هاي مش اثنين مع بعض قلنا اخوهم الكبير مارتل ميلوم على اي كم عمره عمره 14 فهو موجود على الكروموسوم رقم 14 مين هم الناس الأكثر عرضه يصير في عندهم مالتيبل مايلوم الواحد بيقول لك واحد اسمر وعمره 65 سنه فميل وافريكان امريكان و 65 سنه قال افريكان امريكان يعني على اساس انه الافارقه اجوا على امريكا عاد انت لو تبحث بالتاريخ الاصلي بيقول لك الافارقه هم اللي سكنوا اصلا امريكا قبل ما يجوا هذول كولومبوس وشلته ما علينا تمام ف اوفر ويت اور اوبيز كمان ناصحين فانت تذكر شكل واحد اسمر وناصح وفوق ال 65 سنه بس يجيك على العياده وعنده هاي الاعراض شك انه this is plasma cell tumor family history and family members of multiple myeloma نفس الشيء اكيد يعني فيها شغله ممكن تصير شغله وراثيه يعني مش وراثيه يعني بس الخطا اللي صار عند اخوه ممكن يصير عنده كمان the disease اللي هو المقص هذا المقص شو هو انه monoclonal Gammopathy of uncertain significance انه بس مرتفع عندنا قلنا ايش ال M spike بس ما في عندي اي significant ثاني فهذا بسموه مقص بس قلنا المقص الثاني هذا ممكن يتحول الى مالتيبل مايلوما فهي لك اياهم يعني بالريسك فاكتور انه اللي عنده مقص ممكن يتحول الى مالتيبل مايلوما برضه اللي عنده سوليتري بلازما سايتوما ممكن يتحول الى الى مالتيبل مايلوما هسه راح نشوف شو انواع البلازما سايتوما بيبل وذ ذيس كونديشن نيد تو واتش فور مايلوما ها شايف اللي هذول عندهم كونديشن هذول لازم تراقبهم حتى ما يصير عندهم مالتيبل مايلوما مالتيبل مايلوما هو ايش بحكيك بيطلع البلازما سيل تيومر وبيخرب ال الفيرتبرا ومش بس الفيرتبرا طبعا هو بيخرب الفيرتبرا وبنتشر على بون مارو ثاني بعيد عن المنطقة اللي هو فيها كمان سايت هي وايد سبريد مايلوما بون ديزيز بعمل لي و.. بينيا ليش؟ لانه بصير ديمينوليزيشن لانه بيمون على الاوستيو كلاس فبيخليها تشتغل ماشي وخصوصا اذا الاوستيوكلاست كلاست الريسبتور تاعها اللي هو رانك ريسبتور اوف ذا اوستيوكلاست فبصير فبتصير الدم للعظم فبصير عندي اوستيوبينيا ونتيجة الاوستيوبينيا الكالسيوم بيطلع على الدم بصير في كمان هايبر كالسيميا ماشي تمام بون مارو اواي فروم ذا تيومر ماس قلنا انه مش بس البون مارو اللي, اللي التيومر طلع فيه ممكن ياثر على البون مرو البعيد فبحكيك لك مور ذان 30% اوف بون سيلولاريتي بيكون كله بلازما سيل تيجي تطلع على البون مرو تلاقي اكثر من 30% بلازما سيل or interstitial uh, sheet replaced by normal ma marrow uh, replaced the normal marrow elements يعني إنه النورمال مرو الطبيعي صار له replacement ب uh, interstitial sheet كله مليان بلازما سيل جونز بروتين هي البروتينات اللي بتطلع باليورين وبتعمل لي مايلوما كدني وحكينا شو المايلوما كدني هي ايش رينال اللي بتصير بالكدني uh, بتصير نتيجه المايلوما uh, آه الان شوف هاي المايلوما شو نوع السي دي اللي بتشوفه السي دي اللي انت بتشوفه بالبلازما سيل الان آه بدي اذكرك الان احنا حكينا مرسيدس بنز انت تتوقع آه سياره مرسيدس بنز حقها آه شيء بسيط فهل تتوقع انه يكون سي دي 10 ولا سي دي 8 ولا سي دي كذا؟ لا هاي مرسيدس بنز هي مش حي هي مش حي الله، فبتتوقع انه يكون رقم عالي، فسي دي 56، سي دي 133، هاي الارقام الصح للمرسيدس بنز، فتذكر انه هاي الارقام هي اللي بتكون اسوشيتد مع المالتيبل مايلون. هون زي ما انت شايف في ليتك ليجن اشياء لونها اسود نتيجه انه البون هون صار له ايش؟ دستركشن، وهون نفس الاشي، وهذا الاشي عرضه انه يصير في عندك باثولوجيكال فراكتشرز. آه البلازما سل وذ بيري نيوكلير كليرنس ديو تو هاي طبعا اشكال اللي انت ممكن تشوفها شوف شو بدي احكيلك عن الاشكال هاي اول شيء بحكيك في بلازما وفي البلازما سل قبل ما تصير ماتشور اللي هي بلازما بلاست شو اشكالهم بيقولك هاي بتكون ايش آه حوالين النيوكليوس مثلا بلازما حوالين النيوكليوس بحكيلك في فراغ هيك شوي حوالين النيوكليوس نتيجه ان الجولجي ابريتس موجود بس على الجهه الثانيه بالاكسنتريك بتلاقي النيوكليوس ماشي هاي بلازم بلازمو بلاست بيقول لك فيزيكيولار آه, نيوكلياي with prominent single نيوكليولاي يعني اعرف انه فيها ايش نيوكليولاي مبينة كمان بس ايش آه ممكن كمان تكون بيزار مالتي نيوكلياتد سيل ممكن تكون فيها اكثر من نيوكليس هاي بلازمو بلاست آه, الان شو ممكن شغلات تشوفهم انت كمان شوف شو في شغلات ممكن اشوفهم ممكن تشوف عندك خلية من جوا لونها احمر زي هيك من جوا لونها احمر فبتحكي شو مولع الامور معها فبسموها فليم سيلز زي الشعله ليش لانه من جوا السيتوبلازم لونه احمر ليش احمر لانه في البروتينات اللي جوا الاميونوجلوبين مترسب جواتها فحاولت تدمر جزء منه وظل جزء منه فاعطاها اللون الاحمر من جوا بسموها فليم سيلز طيب زاد الان شو بدي احكي لكم بدي احكي لكم قصه الان على السرير انه الان لو واحد بيشرب الكحول شو يعني هو قاعد بيعمل لحاله قاعد بموت حاله صح ولا لا فالكحول غالبا وين بيجيبوه بيجيبوه من العنب صح من الجريبس مزبوط هاي لنفرض انه هذا قطف عنب طبعا لنفرض انه هذا قطف عنب فهذا قطف العنب للاسف استخدموه بيعملوا منه الكهول والكهول بيموت الانسان فممكن انت تشوف خلايا بسموها موت سيلز تشبه قطف العنب فالموت سيلز هي مالتي بولر جريب لايك دروبلتس بس يحكي لك شو الموت سيل اتذكر انه العنب استخدموا منه الكحول فبموتهم طيب والان ممكن تشوف اي خليه فيها جرانيولز رودز فايبريلز ما بيهمني الان اشي كثير مميز جوا هاي الخلايا انه الان تلاقي اميونوجلوبيلين ترسب جوا الخلايا هاي خليه عندي فيها نيوكليوس وفيها سايتوبلازم في اميونوجلوبيلين بترسب بالنيوكليوس وبترسب بالسايتوبلازم لنفرض انه انت الان ان شاء الله يعني بعد عمر طويل اتجوزت طيب وبعد ما اتجوزت الحمد لله اجاك ولد وبنت فسميت الولد روسيل والبنت يعني ما سميتها بنتك شو اسمها البنت بالانجليزي بنتك يعني اللي هي الدوتر صح ولا فالان مين دائما تلاقي الاب بحب اكثر الابن ولا البنت يا مين تتوقع مين تتوقع الابن ولا البنت بحب اكثر البنت صح ممتاز فالبنت دائما يحطها بقلبه جوا ففي اشي اسمه دوتشر باديس دوتشر تذكر الدوتر موجوده جوا بقلبه بالنيوكليوس بينما الروسيه زادت زادت بالسيتوبلازم <applause> فالرسيل بادي اللي هو الولد هو جلوبولر سايتوبلازم انكلوجن بس بالسايتوبلازم هو ايش اميون جلوبولين انكلوجن بالسايتوبلازم بينما الدوتر حاطه جوا عنده بالقلب بالنيوكليوس يعني فبتلاقيها <applause> بالنيوكليوس دوتشر باديز دوتشر ان ادفانس مالتيبل مايلوما او مايلوما بلازم سيل ممكن يصير في انفولفمنت للسبلين ليفر كدني لانج ليمف نودز بس يعني بالادفانس يعني مش بالكومن سيناريو قلنا كمان لما البر... يكون في عندي كثير بروتينات مونوكلونال انتي بودي او ميونوجلوبولينز برتبطه بالار بي سيز بيعطوك الفورميشن اوف رولكس فورميشن انه بصيروا يشبكوا دبكه كلهم مع بعضهم البعض هاي الروليكس فورميشن هون هاي الصوره البلازما سيلز هاي بلازما سيلز هاي هون بلازما سيلز طيب البون شو بصير بالعظم عند المالتي مايلوم بصير ريزوربشن بيؤدي هذا الشيء الى باثولوجيكال فراكتشر وبين وجع بالعضلات هايبر كالسيميا قلنا نتيجة ايش؟ ارتفاع الكالسيوم اللي طلع من العظم وهذا الاشي بعمل لك نيورولوجيكال مانيفستيشن لانه من اعراض الهايبر كالسيميا سايكيك مونز يعني الانسان نفسيته تتغير واعصاب بتخربط الاعصاب عنده آه وبرضو وبرضه يعني بصير مشاكل عصبية يعني عنده يعني نيوروباثي وهيك شغلات رينال ديس وبوليوريا نتيجة انه صار في ديستركشن للكدني شو سببه البنز جونز بروتين اللي هو لايت تشين توكسيك للتيوبولر ابيثيليال سيل وديبوزيت بالكدني ليدنج تو مايلوما كدني شو يعني مايلوما كدني اللي هي رينال فيلير وبرضه شو حكينا ممكن يعمل رينال اميلويدوسيس ممتازين برضه ريكرنت بكتيريا انفكشن ليش لانه هذول الاميونوجلوبين كلهم مونوكلونال فبالتالي الاميونيتي آه هيوميرال اميونيتي رح آه تكون ايش آه خربانه الهيومرال اميونيتي اللي فيها الانتي بوديز يعني بينما السيلولر اميونيتي نوت افكتد يعني الان تيجي على اللمفوسايت شغاله تيجي على على التي لمفوسايت والبي لمفوسايت شغالين الماكروفيج شغالين لكن الانتي بوديز اللي هي هيومرال اميونيتي خربانه فهي لا تخربط فيها صلينا على النبي اللهم صل على محمد البروجنوسيس فاريبل رينج من اي سيمتوماتيك الى انه يكون في عندك كثير سيء خلال نص سنه او سنه كونسيكونسز شو بتلاقي بحكي لك الان الاميونوجلوبولين بيكون اكثر من ثلاثة جرام لكل ديسيلتر هاي رقم ثلاثة راح نشوفها كثير يعني الان اخوان الموتل مايلوما في اشي راح تلاقيه كثير كثير منهم راح تلاقيه اقل من ثلاثة جرام ما بيوصلوا للمرحلة اللي وصلها اخوهم الكبير فهون بتلاقي عندك الاميونوجلوبولين اكثر من ثلاثة جرام لكل ديسيلتر بينز جونز بروتين باليورين اكثر من ستة فهذا يعني خلينا نحكي كثير مميزه مات المايلوما غالبا الاميونوجلوبين شو بتلاقي حكينا IgG خمسة جي 55% واي جي اي 25% ونادرا نشوف اذرز The accumulation of uh, anti-immunoglobulin results in hyperviscosity syndrome. Hyperviscosity syndrome تعمل لك جلطات. ماشي. 60 70% بوث فري لايت تشين اند سيرم ام بروتين اوبزيرف together يعني انك تشوفهم تشوف عنده الفري لايت تشين مرتفعه وسبايك اللي حكيناها اللي هي الام بروتين يعني الام سبايك بتشوفها مرتفعه اونلي فري لايت تشين اه طبعا هذا ايش ب 60 ل 70% من الحالات 20% من الحالات بيقول لك اونلي فري لايت تشين بريزنت يعني بتشوف انت ايش فري لايت تشين باليورين مثلا تشوفهم لكن ما بتلاقي مرتفع السبايك و1% مالت الماينوما لا هاي ولا هاي طبعا هذول اثنين لسه موضوع يعني هذول يعني بدك واحد ابصر ايش يعني غالبا مالت الماينوما هالسيناريو السيناريو تاعه وبس بس لا تخربط حالك رولكس فورميشن حكينا نتيجه ارتفاع الاميونوجلوبين الام بروتينز فبيخلي ار بي سي ستيك تو ايتش اذر فبمشي مع بعضهم بعض زي الفرده هي ايش اللي عندي هاي بالصوره اللي فوق هذا طبعا البيومين مش هو الام سبايك هذا البيومين بعدين الفا الفا بعدين بيتا بيتا بعدين هي الجاما شايفين الجاما بالاخير هذا الوضع الطبيعي هيك يكون الجاما واضح بينما هيو بحكي لك هيو بيكون الجاما هذا بوليكلونال الوضع الطبيعي بوليكلونال انه لكل انواع البكتيريا وهيو بالصوره التوب الفوقانيه هاي لكن طلع هون الام سبايك اللي هون شوف كيف صار كثير كبير فهون اللي هو بسموه بارا بروتين بارا بروتين بس احكي لك بارا بروتين هو نفسه الام سبايك وهو نفسه انه انتي ميونوجلوبينيز كثار فالبارا بروتين هو ايش المشكله يعني هو المونوكلونال الانتي بودز اللي هو وقلته واحد لكن مرتفع كثير تمام دايجنوسز كيف اول شيء راديولوجيكال فيتشر بشوف العظم خربان ولابروتري بشوف بان سايتوبينيا هاي مهم البان سايتوبينيا الان بحكي لك انه والله صحيح انه عنده بلازما سيلز ليش الار بي سيز قلت والبليتد قلت بحكي لك لانه طيب اكسبانشن اكسبانشن عبى كل شو اسمه بخلايا بلازما عبى كل البون مرو فبطل في مكان لمصانع الار بي سيز والشغلات هاي بون مرو انفولفمنت حكينا بتلاقي انت بلازما سيلز زي ما انت شايف هون هون هي الصور بتحكي لك انه هاي والله هي السبايك uh, اللي احنا بنشوفها وهي الليتك ليجنز بالبون وابصر ايش وبالبون مرة بشوف بلازما سيلز فهي مرت هيك خلصنا مرت الميلوم صلينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اليوم الجمعة لازم نكثر من الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد نيجي عن البلازما سايتوما اللي هي اخت المالتي بالميلوما اللي اصغر منه فهي حكينا بتضرب السوفت تيشو وبتضرب الاكزيال سكيلتون والها ثلاث ولاد فالها ثري ديستينكت جروب واحد سوليتري بلازما سايتوما اسمها سوليتري بلازما سايتوما فهي بس على العظم بس تخصص العظم فهي ايش غالبا بتكون ليتك ليجن وذ اكزيال سكلتن اكزيال سكلتن يعني العظم اللي بالطول هيك شو المقصود بالطول يعني الجمجمه اللي تحتها الفيرتيبرا اللي تحته شو اسمه الحوض البلفس فهاي الاشياء ممكن اشوفها بالسوليتري بلازما سايتوما لكن حكينا قبل انه بالسوليتري بلازما سايتوما ممكن تتحول الى مالتي مايلوما فبدي ادير بالي منها آه الابن الثاني لها اسمه اكسترا ميدلري بلازما من اسمه اكسترا ميدلري فهو مش بالبول مارو بطلع بطلع بالسوفت تيشو برا البول مارو وبحكي غالبا بيكون بالابر ريسبيراتوري تراكت هاي مهمه وبتيجي سؤال غالبا ان شاء الله ف 85% من الحالات بتشوفها بالابر ريسبيراتوري اه تراكت طالعه طالعه طالع بانفه طالعه بالتريكيا طالعه باي مكان ماشي Multiple بلازما سايتوما هو الابن الثالث إنه بيكون في عندك primary or recurrent approximately half of the all cases produce paraproteinemia characterized by modest increase in بروتين protein. يعني لو لو حكيت لك من هذول الثلاثة مين أكثر واحد بيطلع لي بروتين تحكي لي المultyبل. فتذكر المultyبل حرف ال m هو اللي بيكون فيه m spike كثير. لكن طبعًا إيش modest increase ما بيوصل لخاله اللي هو المالتيبل مايلوما ما بيوصل لمرحلة خاله. هاي البلازما سايتوم. هون بحكي طالعه بالبطن طالعه بالهون طالعه هون طالعه هون ملتبل هاي هاي اللي بسموها اكسترا ميدلري يعني باماكن غير البون مره هون طيب نيجي للآن ال الاخ اللي بعدهم اللي هو شو اسمه قلنا اسمه سمول درينج الخاتم الصغير قلنا هذا بيشبه المالتيبل مايلوما لكن بيكون خفي يعني بطيء جدا فهو اي سيمتوماتيك او بسموه اندولنت مايلوما اندولنت مايلوما هو نفسه small ring ا فيري سلو جروينغ تايب اوف ملتيبل فاذا هو multiple مايلوما زي اخوه الكبير بس فيري سلو تايب وبلاقي طبعا فيه ايش مونوكلونال بارا بروتين الام بروتين مرتفع ايرلي فيس مايلوما يعني هو مايلوما لكن بالفيري ايرلي فيس لها بوت بون مارو بي شو ديفينيتيف ايفيدنس يعني لو تيجي انت تشوف البون مارو بتلاقي فيه لكن كثير بطيء هذا سمول ديجنوستس الان للسمول درينج بتلاقي انت ايش السيرم بارا بروتين اكثر من 30 جرام لكل ديسيلتر هاي مهمه جدا هاي مهمه جدا فبس تشوف انت اكثر من 30 جرام بدك تحكي اما ملتيبل مايلوما واما الخاتم الصغير ماشي اما ملتيبل مايلوما او الخاتم الصغير بينما لو راح نشوف الان بالمقص مثلا بالمقص بيكون اقل من 30 ماشي اقل تمام هون ايش بحكيلك لك اكثر بالسمول ال درينج درينج ايه مايلوما ما تنسوها هاي ليش طبعا اكثر من 30 لانه بحكي هو ما اصلا ما هو اصلا مايلوما بس انه ايش بعده ببدايته او بعده صغير كلون البلازما سيلر بريزنت 10 ل 30% من البون مارو بلازما سيل كله no myeloma related organs يعني ما في انفولفمنت ليش لانه يعني اي سيمتوماتيك خلينا نفرض ليش يعني هو مش انه اي سيمتوماتيك اي سيمتوماتيك هو مالتيبل مايلوم لكن في طور اللي بعده اول طور تاع المالتيبل مايلوم لكن بتشوف الكاركترستيك اللي هي الارقام هاي نفس المالتيبل مايلوم لكن اللهم ايش بدون هذيك السيمتومز تاعت المالتيبل مايلوم بروجنوسز انه انكريز ذا ابنورمال فري لايت uh, تشين فممكن يزيد الريسك انه يصير في بروجريشن لاكتيف مايلوما 75% بروجريس تو مالتوميلوما مالتوميلوما الاساسيه يعني خلال 5 سنوات فاست سيء كمان سمول درينج مايل سمول درينج مايلوما انه حكينا بده متابعه كمان طيب نيجي الان الى مين نيجي الان الى المقص اللي هو اخو الصغير المقص قلنا شو المقص المقص هو ايش بس انه مرتفع عندك الام بروتين لكن مش مرتفع برقم كبير فارتفاعه بسيط وبنفس الوقت ايش ما في اعراض نهائيه فهو ايش بحكي لك ذا موست كومن cell disgrace ديسكريس يعني ايش بروبلم فهي ممكن تجينا سؤال انه شو هي most كومن plasma cell pathology شو بدك تحكي له مقص مقص ماشي اكثر من اي شيء ثاني فما بحكيلك كذا ثلاثة بالمية عند الناس اللي عمرهم خمسين سنة وخمسة بالمية عند الناس اللي عمرهم سبعين سنة يعني كومن اشي كومن تمام اتس كونديشن ان ويت بارا بروتين بيكون مرتفع لكن شوف بالتست ام بروتين لس ذان ثلاثة جرام ليش لس ذان لانه هو مش مالتي هو ممكن يتطور الى مالتي مايلوم لكن هو مش مالتي مايلوم ات ريزمبل مالتي مايلوم بس الليفل اوف بيكون لور ماشي وما في عندك اي اعراض بلازم سيل بس ممكن بالمستقبل هذا حكينا كمان انه ايش يتطور إيه الى مالتيبل مايلوم فلازم انت كمان تدير بالك منه هاي بحكي لك انه ممكن يتحول الى مايلوما خلال سنة يعني واحد اثنين خلال سنة فلازم مونيتر ييرلي كل سنة تدير بالك منه أه بروجريشن ان بريدكتبل سو ميجرمنت اوف بلازما ان بروتين ليفل اند بنز شو اسمه بنز جونز بروتين باليورين أه انت تستخدم فاذا واحد حكى لك واحد عنده مقص شو بدك تتابعه كل سنه بتحكي بدي اتابع البلازما ام بروتين والبنز جونز باليورين ماشي بلازما ام بروتين بالدم وهذا باليورين وحتى اشوف شو يصير في عندي المقص الان بحكي لك الان في له كرايتيريا المقص حتى انك انت تشخصه من الكرايتيريا هاي آه فهو بحكي لك سنجل اب كلون هم كلهم سنجل اب كلون يعني لكن شو الكرايتيريا في عندك اربع نقاط وهي طبعا بما انه اربع نقاط يعني اكيد اتوقع رح تيجي السؤال فاول اشي بحكي لك انه مونو كلون بارا بروتين بس ايش هاي لس ذان ماشي هاي لس مش مور هاي لس ذان تمام لس ذان 3 جرام لكل ديسيلتر ماشي اقل من 3 جرام لكل ديسيلتر الشغله الثانيه بلازما سيل ليس ذان 10% بالبون مارو بينما بالمالتيبل بتكون من 10 ل 30% هون لا اقل من 10 وبرضه ما في عندك اعراض ما في عندك لا انيميا هايبر كالسيميا رينا انسفشنسي كله ما في عندك هالاشياء وبرضه نو ايفيدنس لانذر لأ بي سيل بروليفريتيف ديسوردر ما في اي بي سيل بروليفريتيف ديسوردر سواء كانت ليمفوما او غيرها <applause> نيجي الان لمين الاخو اللي تبنوه تبني لانه انولد بالعاصفه وولد ان ستورم انولد بالستورم وولد ان ستورم انولد بالعاصفه ماكرو بس تسمع كلمه ماكرو تذكر الاي جي ام طيب فاذا هذا هو عباره عن ليمفوما اصلا لكن هم تبنوه فبسموه ليمفو بلازموسيتك ليمفوما آه هذا بصيب الختياريه آه اتس ان indolent ليمفوما يعني هو ليمفوما متخفيه بتبين ما بتبين يعني بتبين از بلازما لكن هي ليمفوما بالاصل هاف سيميلاريتي لسمول small ليمفوما والسي ال ال but differ بيرسنت اوف تيومر that differentiate بلازما سيل انه الان شو بتختلف عن السي ال sll ال cll والسي ال انه ولا واحد من هذول له دخل بالبلازما سيل بينما هاي الها دخل بالبلازما سيل عشان هيك سموها لنفو lymphoma شو الاميونوجلوبين اللي بتطلعوا؟ اميونوجلوبين ام عشان هيك سموها ماكرو اللي هو الكبير

الفسيولوجي كلينيكال فيتشر <applause> فيجوال طبعا ايش اول شيء هو حجمه كبير فبعمل هايبر فيسكوسيتي فبعمل لي جلطات باي مكان فممكن من الشغلات انه يعمل جلطه بالعين فبصير فيجوال امبايرمنت انكلود بلارد فيجن لوس اوف فيجن ديو تو ايش كونجستشن اوريتينال هيموريج نتيجه ايش الهايبر فيسكوسيتي نيورولوجيكال بروبلمز نفس الشيء صداع كثير لانه الدم لزج كثير وستروك وجلطات وكوما نتيجه سلاجش بلاد فلو بلاد فلو كثير بطيء كرايو جلوبينو جلوبينيميا قلنا الاي جي ام بالاطراف البارده باطراف الاصابع هيك ممكن يعمل لي ايش آه شويه هيموليتيك انيميا ويعمل لي مشاكل فهيو بحكي لك الاي جي ام آه بيعمل لي رينويد انه ممكن كوز رينويد فينومين <-جلوبينيميا> او كرايو جلوبينيميا انه هاي حكينا كرايو انه بالاطراف البارده يعني فهو هذا ممكن يعمل لي اياها ممكن برضو يعمل لي اوتو اميون هيموليتيك انيميا حكيناها وخصوصا بالمناطق الاطراف البارده يعني آه زي اطراف الاصابع آه بليدنج لانه قلنا برتبط بالكلوتينج فاكتورز والبليتليت فما بخليهم يشتغلوا كويس وجلطات بسبب الهايبر فيسكوسيتي سيندروم باي مكان وبما انه اسمه اسمه لمفوما لمفوما فبالتالي راح يكون في عندي ايش كمان 50% منهم وذ لمفادينوباثي وهيباتوسبلينوميجالي تمام انيميا ممكن يصير في عندي انيميا ممكن يصير نتيجه انه ايش عبى البون مارو كله آه لمفوما مع بلازما سيل ديوتو بون مرو انفولفمنت بالام اند اي شيت لينفوسايت بتشوف لينفوسايت مع بلازما سيل فانت غالبا بتشوف اذا بدك تشوف بلازما سيل تيومر بتشوف بلازما سيل بدون لينفوسايت هون بلازما سيل مع بعضهم بعض بدك تتوقع انه هذا ايش اللي هو الولدن ستور لارج لينفوسايت بتشوفها باسستين بتشوف روسيل باديز وبتشوف الدوشر باديز موجودين جوا عندك تمام فالدوشين بادي والروسيل الد عفوا الدوشر والروسيل باديز هم عباره عن ايش اميونوجلوبين وهذا هو اصلا بيصير في اميونوجلوبين اللي هو اي جي ام فراح تلاقيهم موجودين كمان زيه زي المالتيبل مايلوما الدايجنوستس يوجوالي تيومر ديسيمينيت تو بيكون منتشر وكذا فسيء جدا الفينوتايب بتلاقي السي دي 20 على السيرفس انتجين اللي هو تاع مين يعني خلينا نحكي تبع اللينفوسايت يعني لكن لو انه ملتيبل مايلوم بتشوف سي دي ستة وخمسين وسي دي مية وابصر قديش بالثلاثين اللي حكيناهم اول اشي أه بلازما سيل سكريت اميونوجلوبيولين شو اكثر اشي بالملتيبل مايلوم كان اي جي جي واي جي بينما هون بحكيلك يوجوالي اي ام لكن ممكن يكون معاه كمان اي جي جي واي جي وهيك بنكون كملنا هاي المحاضرة إن شاء الله تكونوا فهمتوها قول الحمد لله رب العالمين اللي عافانا من هاي الأمراض والله يعافينا جميعا ويشفي كل مريض ويرحمنا برحمته ويغفر تقصيرنا في حمد والحمد والشكر على هاي النعم اللي احنا غرقانين ومدفونين فيها فالحمد لله رب العالمين كل هاي الأشياء بتصير جوات الإنسان وهو مش داري يأكل ويشرب ولا داري شو الطبخة فالحمد لله فعلا يعني كل محاضرة هي فعلا عبارة عن إعجاز علمي والله فالحمد والشكر لله الله يوفقكم جميعا وييسر أموركم وسامحوني طولت تأخرت معاكم المحاضرات لكن عارفين ظروفي والله غصب عني ولا والله, والله دائما أنتم يعني بالبال يعني دائما فلا تنسونا من صالح دعائكم ولا تأخروا الصلاة أبدا عن وقتها عشان الدراسة لأنه كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى الله اللي بدك توقف بين إيديه وبدك تأخر الصلاة على عشان إشي ثاني هذا الإشي الثاني اللي أنت أخرت الصلاة عشانه بإذن رب العالمين اللي أنت المفروض توقف قدامه فتوكلوا على الله واستعينوا بالله واللازم الاستغفار كان لهم من كل هم من ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب ولا تنسوا قراءة سورة الكهف في اليوم الجمعة وأكثر من الصلاة على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونراكم إن شاء الله تعالى في مديول اليوروجينيتال بإذن الله إذا ظلينا عايشين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته